وينضم معنا من قطاع غزة مراسلنا محمد بعلوشة. محمد أهلا بك، ماذا لديك حول قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة؟ يعني بالفعل منذ ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات المساء كثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي والمدفعية الإسرائيلية من قصف مناطق عدة في قطاع غزة. كانت مجمل هذه الاستهدافات في شمال قطاع غزة، خاصة استهداف موقع الإدارة المدنية واستهداف موقع البحرية في منطقة السودانية، بالإضافة إلى ذلك قصف أراضي المواطنين الزراعية وعدد من المحال التجارية، بالإضافة إلى ذلك طبعا استهداف مزارع للدواجن، مما أدى إلى نفوق عدد كبير منها وأدى ذلك إلى خسائر مادية كبيرة للمواطنين. إلى جنوب القطاع حيث أيضا توغلت عدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي إلى الشرق من محافظة الوسطى بشكل محدود، عدا عن ذلك قيام الجرافات الإسرائيلية بتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية للمزارعين الفلسطينيين على الحدود الشرقية على طول قطاع غزة. في ساعات المساء استمرت المدفعية الإسرائيلية في استهداف الحدود الشرقية لقطاع غزة، مما أدى إلى خسائر للمواطنين الفلسطينيين خاصة المزارعين منهم. هذه الاستهدافات في مجملها جاءت بعد زعم الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صاروخ من قطاع غزة سقط في منطقة عسقلان أو في منطقة مفتوحة في عسقلان. الفصائل الفلسطينية يعني حذرت الاحتلال الإسرائيلي من مغبة هذا التصعيد واستمرار هذا التصعيد على هذه الوتيرة، وحذرت المجتمع الدولي من أن أي حماقة. لكن بالنسبة للمجتمع الدولي محمد، هل يعول الداخل الفلسطيني على المجتمع الدولي في وضع حد لتجاوزات قوات الاحتلال؟ يعني إلى حد ما الفلسطينيون يحاولون إرسال هذه الرسائل للمجتمع الدولي لكي لا يأتي بعد ذلك ليحمل الفلسطينيون مسئولية هذا التصعيد. يعني شهد الفلسطينيون عام 2014 حرب مدمرة لم يفعل المجتمع الدولي لها شيئا، وحتى الآن لا زالت أثار هذه الحرب ماثلة أمام الغزيين، ولكن لم يتدخل المجتمع الدولي لدى الاحتلال بفك الحصار وإدخال مواد الإعمار إلى قطاع غزة. لذلك يعني يحاول الفلسطينيون توثيق هذه الجرائم، جرائم الاحتلال الإسرائيلي لدى المجتمع الدولي، وتحميله مسؤولية أي تصعيد أو أي انفجار في المنطقة قد لا يحمد عقباه مستقبلا. محمد بعلوشة مراسلنا من غزة، شكرا جزيلا لك.